واحد بيقول في العهد القديم مكتوب لا تدع ساحرة تعيش، بمعنى انه لابد من قتل الساحرة. وكذلك في العهد الجديد مكتوب من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، بمعنى من قتل لابد ان يقتل. فلماذا حرم الله القتل في كل الاحوال حتى لو كان دفاعا عن النفس، في حين ان القانون لا يحرم القتل في حالة الدفاع عن النفس؟ ولماذا تحسب له خطية اذا قتل دفاعا عن نفسه؟ شوف يا ابني، الانسان المسيحي مش بيدافع عن نفسه. يعني كان في جماعة من المباركين اللي بيحضروا معنا من رجال الأعمال، كل واحد معاه مسدس ومعاه اللي بيضربوا بيه المسدس ده اسمه ايه؟ الرصاص. وبعدين قعدنا نتكلم ايه فائدة المسدس اللي في ايدك ده؟ يعني انت شايل مسدس، افرض قبلك واحد في الطريق، واحدة من اتنين، يا هتقتله يا يقتلك، ما دام معاك مسدس. يبقى في الحالة دي أو الحالة دي أنت خسران. أما الفكر المسيحي الرب بيقول إيه؟ أقاتل عنكم وأنتم إيه؟ تصمتون. قاتل عنكم هتتكلم أنت ربنا هيسكت، تسكت أنت ربنا إيه؟ هيتكلم، هترفع ايدك انت ربنا ينزل ايده، تنزل ايدك ربنا ايه؟ يرفع ايده. بيقول لا تنتقموا لانفسكم، اتركوا مكانا للغضب، يعني سيبوا ربنا يغضب ويتصرف، اتركوا مكانا للغضب، لي النقمة انا اجازي يقول الرب، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. ففي العهد القديم حتى الوصية من البداية بيقول لا تقتل، لا تقتل. أما لما بيقول من يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، يعني اللي قتل هيتقتل، مش أنت اللي هتقتله، مش أنت اللي هتقتله، لا، إن ربنا هو اللي هيسمح أنه ينال جزاؤه. يعني ما كانش هيتقتل بإيد إنسان، هيتقتل بالقانون الوضعي القانون العالمي. فربنا ما حرمناش على القتل يا ابني في العهد الجديد ولا في العهد القديم. ده أكثر من كده يا حبيبي، مش بس الأكل بالرصاص ولا في السكين ولا بتاع، ده بيقول من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، اللي بيكره. عشان كده احنا دايما نتكلم ونقول احذر ان يكون في قلبك بغضة لأي انسان مهما عمل وسوى معاك. وبنقول المحبة هي الباسبور للسماء، اللي ما عندوش محبة مش هيوصل السماء اطلاقا مهما عمل. وبنقول المحبة هي المسيح، له كل المجد، تريح المسيح في قلبك توصل، تتعب المسيح من خطيتك، اللي قال اتعبتموني بخطاياكم، يبقى مش هتوصل.